ربما لا يعرف الكثيرون من هو ماتيو بوت، ولا يدركون حجم الإنجازات التي قدمها في عالم صناعة وتشكيل المعادن، وكيف وقف وراء ظهور العملات المعدنية الحديثة، وساهم في حدوث ثورة صناعية كان لها الكثير من الفوائد على المملكة البريطانية المتحدة والعالم أجمع. بعد وفاته في عام 1890، كتب المهندس والمخترع والعالم الاسكتلندي جيمس وات: لو لم يفعل السيد ماتيو بولتون أي شيء آخر في العالم أكثر مما فعله في مجال صناعة العملة، لكانت سيرته استحقت الخلود. ولكنه ألمح إلى أن بولتون فعل ما هو أكثر من ذلك بكثير. لطالما كانت مدينة برمنغهام لفترة طويلة مركزا لصناعة الحديد في مطلع القرن الثامن عشر، ودخلت المدينة فترة توسع، وأصبح العمل في هذا المجال أكثر سهولة وأرخص. ومع الانتقال من استخدام الفحم إلى فحم الكوك والذي ساعد على صهر الحديد، وساعد بولتون على إحداث ثورة صناعية في عالم سك العملة وصناعة المعادن في المدينة الإنجليزية. ولد بولتون في مدينة برمنغهام، حيث كان والده ماتيو بولتون الأكبر صانع ألعاب ومصنع للمواد المعدنية الصغيرة الأخرى بمختلف أنواعها. وفي عام 1774، في عامه 21، أصبح شريكا لوالده. وبعد وفاة والده تسلم بولتون إدارة أعمال والده الراحل لعدة أعوام، وأنتج الأطباق الفضية والتحف المطلية بالذهب. وعقب فترة وجيزة أصبح بولتون شريكا لجون فورد جيل، وأسس مصنع سوهو، مصنع ينظر إليه باعتباره رائدا في الإنتاج الضخم والتصنيع. وأنتج المصنع مجموعة كبيرة من السلع والأزرار والأبازيم والصناديق، وكذلك المنتجات الفاخرة مثل الفضيات والأورومولو، وهو من معدن البرونز المذهب. ازدهرت أعمال بورتون بعد ولادة ابنه ماتيو، وانتقلت العائلة إلى منطقة سنوهيل في مدينة برمنغهام، والتي كانت وقت ذاك منطقة مليئة بالمنازل الجديدة. وقرر ماتيو بولتون ترك المدرسة في عامه 15، ومع بلوغه العام 17 اخترع تقنية لتطعيم المينيا داخل الأبازيم وأثبتت شعبيتها. كان تعاون جيمس وات وبولتون مفيدا لكليهما، وساعد على تطوير المحرك البخاري وتحويله إلى أداة تجارية. تعرف بولتون على جيمس وات عام 1768، وأثارت حاجته إلى مصدر للطاقة لإتمام العمل في مصنعه لاهتمامه باختراع وات. وفي عام 1775 أصبح هو وات شريكين في مجال المحركات البخارية، وحصل على براءة اختراع لمدة 25 عاما. أثبتت شراكة وات وبولتون بنجاحهما بحلول عام 1796، وحيث كان هناك أكثر من 500 محرك بولتون ووات في المصانع والمناجم البريطانية. ولن نبالغ إذا قلنا إن هذه التطورات ساهمت بشكل كبير في تأسيس الثروة البريطانية في القرن التاسع عشر. وفي عام 1786 استخدم بولتون الطاقة البخارية من أجل تدوير آلات العملات، وحصل على براءة اختراع في عام 1770، وقام بتصنيع أعداد كبيرة من العملات المعدنية لشركة إس إنديا، وكذلك قام بتوريد الآلات إلى دار السكة الملكية. كان مصنع سوهو موطنا لأول آلة تعمل بالبخار، والتي تم استخدام مكابسها في وقت لاحق في مدينة برمنغهام لسك العملات المعدنية لشركة سيراليون إس إنديا وروسيا. وفي عام 1797 أنتجت الآلة عملة نقدية نحاسية لبريطانيا. علاوة على ذلك، لعب بولتون دورا بارزا في تأسيس برمنغهام، واستخدم مبالغ مادية كبرى لتأسيس شبكة القنوات، إذ كان مدركا بشكل فطري أو غريزي بأن المدينة في حاجة إلى العديد من التحسينات لتزدهر كمدينة صناعية.
وقد يدفعك ذلك إلى أن تتوقع أن هذا الشخص العملاق الذي ساهم في إحداث ثورة صناعية لديه سجل ضعيف في علاقات العمل، أو ربما يمتلئ تاريخه بحكايات مروعة عن إجبار الموظفين على العمل ساعات طويلة مقابل حصولهم على أجور سيئة. ولكن بولتون خالف كل هذه التوقعات ورفض توظيف الأطفال الصغار الذي نظر إليهم نظراؤه وأصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية الأخرى باعتبارهم عمالا حيويين وغير مكلفين، وتأكد من أن العمال الذين يعملون في مصنعه يؤدون وظيفتهم في مكان نظيف ومضاء جيدا وبه تهوية جيدة. في سبعينيات القرن السابع عشر قدم نظاما للتأمين الصحي يتم تمويله بحوالي 61% من أجور الموظفين والعمال، ودفع استحقاقات مادية تصل إلى 80% من الأجور في حال مرضهم أو إصابتهم أو موتهم. خلاصة القول، كان بولتون رجلا مذهلا سبق عصره وحمل أفكارا ومعتقدات لم يفكر فيها أحد من أبناء جيله، فكان مبتكرا ومتحمسا لاستقبال أفكار صناعية جديدة ومختلفة ساهمت في جعل العالم مكانا أفضل. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.